بيقول البعض إذا خدم مرته بيستوطي حيطه، هيدا تفكير مريض بده علاج. عالج نفسك قبل ما تحكي عن الحيط. لو حسنت خلقك مع زوجتك لكنت ملكا بين يديها، بس انه تكون ظالم متكبر واحيانا صاحب علاقات محرمة، فيسبوك وواتساب وسناب شات وتواصل اجتماعي بنصاص الليالي وشو، وبيضرب وبيهين وبيسب، شو عم تعمل بزوجتك؟ بأم ولادك؟ القصة مش تعصب انك رجال وتقول بدي اظلمها، بس اكيد بتعرف انه في ذكور ولكن هن مش رجال كاملين بل ناقصين رجولية. اخي ان من افضل المؤمنين عند الله الرجل الذي يحسن لزوجته، فاتق الله فيها.